وللمزيد حول أداء الأسواق العالمية تنضم إلي فرح مراد محللة أسواق أولى في إكويتي. أهلا وسهلا بك. شكرا. فرح، إذا تفاعل إيجابي رأيناه في بريطانيا مع فوز حزب العمال، هذا التفاعل هل بخلينا نقول بأنه ربما في تفاؤل بأنه هذا الحزب سيتمكن من تحسين الاقتصاد البريطاني؟ هلا طبعا هذا الأسواق عم تسعر بالوقت الحالي مع الإيجابية اللي عم نشوفها بالمؤشرات البريطانية، طبعا حتى الباوند نوعا ما في ثبات، فهيدا بفرجينا أن السوق معتبر النتيجة فعلا إيجابية. نعم. نشوف الأسهم كمان كيف كانت عم تتصرف. إذا منلاحظ مثلا مقارنة بالانتخابات الفرنسية قديش كان في عنا هالتراجع القوي على أسهم البنوك، خاصة اللي هي حساسة نوعا ما لكيف توقعات النمو بالبلد. البنوك في بريطانيا جيد جدا الأسهم فيها، ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي وتستمر كمان في الحفاظ على هذه الأرباح. عنا كمان البناء، خصوصي كنا عنا مخاوف كتير في هذا القطاع ببريطانيا خلال السنوات الماضية، ولكن ارتفعت اليوم بشكل الأكثر مكاسب كنا عم نشوفها في هذا القطاع، فهذا كمان أمر إيجابي. بدنا نشوف حتى على من الناحية الاجتماعية العمل، خاصة كان في عنا العديد من بعض التوقعات بالتصليح أو يعني بروجكتس للعمال تكون أفضل. نعم. عادة هالشيء بخوف الأسواق أنه نحن هنكون عم نعمل ريستريكشنز أكثر على شركات، ولكن يبدو الحوار المنفتح اللي عم نشوفه ما بين رجال الأعمال وما بين الحكومة كمان الجديدة نوعا ما عم تضيف هذه الإيجابية أنه نحن عم نكون عم نتوجه ليمكن فترة أفضل، وهذا ما تسعره الأسواق اللي عم نشوفه بالوقت الحالي. طيب دعينا نتحدث عن موضوع آخر مهم، هو بدء تطبيق الجمارك على السيارات الواردة من الصين إلى أوروبا. الشيء انعكس على أداء الأسهم الصينية اليوم، رأيناها على انخفاض. كنا بالعادة متعودين عم نشوف ضغوط نوعا ما من قبل الولايات المتحدة، الآن بدأت أوروبا تمارس ضغوط على الصين، كيف تقرأين ذلك فرح؟ هلأ انضمت أوروبا طبعا لهذا الشيء، وبيزيد أكثر هي الصورة اللي كنا عم نحكي عنها قبل بعد الكامبس أو الكامبس الاقتصادية. الصين كمان عم تقول هيدا الشيء منه كتير فير، منه عادل، ويبدو انه كمان عم تعيد حساباتها بالمنتجات الاوروبيه اللي عم تدخل في الصين، فقد نرى استمرار او تطور هيدي الحرب في الاقتصاديه ما بين بريكس وما بين كمان الكامب الاقتصادي المتالف من اوروبا والولايات المتحده. طيب أنتقل وإياك فرح إلى أسعار الذهب، نراها على ارتفاع في هذه اللحظات، وبالمجمل يعني على مدى الفترات الأطول عم بتكون أسعار الذهب على ارتفاع. اليوم تحديدا ينتظر المستثمرون حول العالم بيانات الوظائف الأمريكية، خلينا نحكي عن توقعات بيانات الوظائف بداية. أظن هلا البيانات الوظائف هي الشغل أو العنوان الرئيسي في الأسواق الأمريكية، خصوصي من بعد حديث أو دقائق كمان اجتماع الفيدرالي اللي كان شوي غير التوقعات. نحن عم نرجع نحكي عن هيك صورة أكثر تشاؤما، قد نتوجه لي يمكن تقليص أسعار الفائدة بوقت أسرع من المتوقع، خصوصي اليوم مع البيانات إذا أكدت هالسيريز أو هالسلسلة البيانات السلبية شوي اللي كانت عم تأثر على الدولار. الأمر اللي كان لازم نحن نراقبه في الأسواق أنه الذهب كان عم بيحافظ على مستويات، كان عم يمشي بشكل جانبي ولكن أعلى من 2300 على الرغم من كان ارتداد للدولار في الأسبوع الماضي. فكان أي خبر فعلا رح يكون عم يرجع يضغط على الدولار كان لازم نتوقع عودة الارتفاعات على الذهب، وهذا اللي عم نشهده بالوقت الحالي. الآن نحن في نوع بالثبات، لازم نتذكر إذا جاءت البيانات دون التوقعات هيدا اللي بتحتاجه الأسواق لتستمر بي يمكن هيدي الاتجاه المرتفع كمان رح يكون عم يدعم الذهب أولا بسبب ضغط الدولار، وثانيا التوجه إلى ملاذ آمن في ظل البيانات السيئة. نعم، إذن شكرا لك فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية في إكويتي. شكرا. يعطيك العافية.